البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق مسألة، وهي هل المكروه هل الحرام أو المكروه هل هو مأمور به؟ هل يجتمع مع الأمر؟ نعم، ليس مأمورا به. فإذا أمر الإنسان بعبادة وفي بعض صورها كراهة، فذات تلك الصورة المكروهة مستثناة من الأمر وليس مأمورا بها. من الذي ذهب إلى أنها مأمور بها؟ الحنفية. أكثر الحنفية اعتمدوا على هذه القاعدة فبنوا عليها تصحيح بعض العبادات على خلاف قول الجمهور. هم الأكثر الأشهر من الحنفية على ذلك. نعم، بعضهم نقل عن بعض المالكية، لكن خلاف المشهور. وبنى الحنفية على ذلك صحة تنكيس الوضوء، إذا توضأ منكسا صح وضوءه، إذا طاف القهقراء خلفه صح طوافه، وإذا صام يوم العيد صح صومه. من هذا فهي أقوال ضعيفة. أخذنا فائدة متعلقة بالجنس والنوع، ما الفرق بينهما؟ الجنس هو اسم كلي. نعم، الجنس اسم كلي يندرج تحته أنواع مختلفة، يعني لا بس لو تغيرت العبارة شيئا، اسم كلي يندرج تحته أنواع مختلفة، أو كما قلنا دال على كثيرين مختلفين بالأنواع. والنوع يندرج تحته متفقين بالحقائق. اسم كلي دال على كثيرين متفقين بالحقائق، ووحدة العين دال على واحد بعينه كزيد وعمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بهما حراما وبعضها حلالا، بخلاف الوحدة بالعين فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حراما وبعضها حلالا. ومثال الوحدة بالجنس، وهذا واضح سيأتي الأمثلة وتبين أكثر، مثال الوحدة بالجنس وحدة البعير والخنزير، لأنهما يشملهما جنس واحد هو الحيوان، فكلاهما حيوان فهما متحدان جنسا، ولا إشكال في حرمة الخنزير وإباحة البعير. ومثال الوحدة بالنوع السجود، فإنه نوع واحد، فالسجود لله والسجود للصنم يدخلان في نوع واحد هو اسم السجود، ولا إشكال في أن السجود للصنم كفر ولله قربة، كما قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهؤلاء يشملهم اسم السجود، ولما كان السجود لله صار عبادة، ولما كان السجود للصنم صار شركا بالله. ومثال الوحدة بالعين عند المؤلف رحمه الله، قيدها عند المؤلف يشعر بأنه يخالفه في المسألة. ومثال الوحدة بالعين عند المؤلف رحمه الله الصلاة في الأرض المغصوبة، فلا يمكن عنده أن يكون بعض أفرادها حراما وبعضها مباحا.
وإيضاح مراده أن المصلي في أن المصلي في الدار المغصوبة إذا قام إلى الصلاة شغل بجسمه الفراغ الذي هو كائن فيه، وشغله الفراغ المملوك لغيره بجسمه تعديا غصب فهو حرام. فهذا الركن هو القيام غصب فهو حرام. فإذا ركع شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في ركوعه، وإذا سجد شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في سجوده، وهكذا. وشغل الفراغ المملوك لغيره تعديا غصب، فلا يمكن أن يكون قربة لامتناع كون الواحد بالعين واجبا حراما، قربة معصية لاستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة، فيلزم بطلان الصلاة المذكورة. يعني الآن بنى ابن قدامة، وهو مذهب في ما وهو رواية عن أحمد وجه عند الحنابلة، أن الصلاة باطلة، لأن نفس الصلاة شغلت المكان المقصود وتعديت على أخيك المسلم، المقصود أرض غصبها ثم صلى فيها. ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة وهم الجمهور، قالوا: الصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان، والواحد بالشخص يكون له جهتان، هو طاعة من إحداهما ومعصية من إحداهما. فالصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاة قربة، ومن حيث هي غصب معصية، فله صلاته وعليه غصبه. الجمهور على هذا يقولون أصل الغصب هو محرم، أصل الغصب محرم سواء صلى أو لم يصلي، قد اغتصب حق أخيه. فقالوا إذن النهي ليس من أجل الصلاة فيه، وإنما من أجل الغصب بالكلية. فيقول من قال ببطلانها، عن هذا أولا كلام الجمهور، ثم الآن يأتي إلى مناقشة بين القائلين بالبطلان والقائلين بعدم البطلان. فيقول من قال ببطلانها: الصلاة في المكان المغصوب ليست من أمرنا، فهي رد للحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، اتفق عليه عن عائشة. فيقول خصمه: الصلاة في نفسها من أمرنا فليست برد، وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد. قال: واعلم أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب أربعة مذاهب: الأول أنها باطلة يجب قضاؤها، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي رجحه ابن قدامة. الثاني أنها باطلة ولا يجب قضاؤها، لأن النهي يقتضي البطلان، ولأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المغصوب، وممن قال به الباقلاني والرازي، ولا يخفى بعده، هذا بعيد، كيف تحكم عليها بالبطلان ولا يعيدها. الثالث أنها صحيحة، وهي رواية أخرى عن أحمد وعليه الجمهور، منهم مالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وأكثرهم على أنها صحيحة لا أجر فيها، كالزكاة إذا أخذت منه قهرة، وهذا فيه نظر كيف صحيحة ولا يجر عليها، فالأجر ليس على الغصب، الأجر على الصلاة وهو آثم على الغصب. والرابع أنها صحيحة وله أجر صلاته وعليه إثم غصبه، وهذا قياس، هذا ترجيح الشنقيطي رحمه الله وهو الصواب، وهو قول أكثر الجمهور، ونقله عن الأكثر أنهم يقولون لا أجر فيها، فيه نظر، بل كثير منهم صححوها ولم يصرحوا بأنه لا أجر فيها. قال فصل، قال المؤلف رحمه الله تعالى، إذن الصحيح في هذه المسألة، وهو سيعيد أيضا الكلام مرة أخرى
لتعلقه بالكلام الذي سيأتي. فالصحيح أنها هو القول الرابع أنها صحيحة ولا أجر صلاته وعليه إثم وصبه، ولأن الجهة منفكة فإن الناهي عن اغتصاب الأرض سواء لصلاة أو لغير صلاة، فليس الناهي عن الصلاة بنفسها فقط أنه لا يصلي في أرض مغصوبة، ليس الناهي عن الصلاة بذاتها في هذا المكان، وإنما النهي عن الغصب. وهذا يشبه الصلاة في أيضا ثوب مغصوب أو في ثوب مسروق، يأثم على السرقة والصلاة صحيحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مصحح الصلاة في الدار المغصوبة قسم النهي ثلاثة أقسام إلى آخر كلامه. قال: أعلم أن حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة أن المنهي عنه إما أن تكون جهة النهي فيه منفردة، أعني أنه لم تكن له جهة أخرى مأمور بها كالشرك بالله والزنا، فإن النهي عنهما لم يخالطه أمر من جهة أخرى، وهذا النوع واضح لا إشكال في أنه باطل على كل حال، حرام باطل مردود على صاحبه يأثم عليه. وإما أن يكون له جهتان: جهة مأمور بها مأمور به منها، وجهة منهي عنه منها. وهم يقولون في مثل هذا: إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح، يعني أنه متوجه الأمر إلى جهة والنهي إلى جهة أخرى فالفعل صحيح، وإن كان نفس الفعل الذي نعم أمر به قد نهي أن يكون على تلك الطريقة أو على تلك الجهة فاتحدت الجهة. قال: وهم يقولون في مثل هذا: إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح، وإن لم تنفك عنها فالفعل باطل. هذا كلام كثير من الفقهاء صرحوا به، لكن يختلفون عند التطبيق وعند تنزيل الأحكام، لكنهم عند التطبيق يختلفون. فيقول الحنبلي: الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب، مأمور بها من جهة الصلاة، إلا أن الجهة هنا غير منفكة، لأن نفس الحركة في أركان الصلاة عين شغل الفراغ المملوك لغيره تعديا، وذلك عين الغصب، فأفعال الصلاة لا تنفك عن كونها غصبا. والصلاة يشترط فيها نية التقرب، وتلك الأفعال التي هي شغل الفراغ المملوك لغيره غصب لا يمكن فيه نية التقرب، إذ لا يمكن أن يكون متقربا بما هو عاصم به. أما إذا انفكت الجهة فالفعل صحيح كالصلاة بالحرير، فإن الجهة منفكة. هذا قول بعض الحنابلة، ولا فبعض الحنابلة أيضا يرون أن الجهة واحدة، لأن اللباس شرط للصلاة فهو قائم مقام ذات الصلاة. أما إذا انفكت الجهة فالفعل صحيح كالصلاة بالحرير، فإن الجهة منفكة، لأن لبس الحرير منهي عنه مطلقا في الصلاة وغيرها، فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة وعليه إثم لبسه الحرير، ويقال في المغصوب أيضا منهي عن الغصب ليس متعلقا بالصلاة فقط، لو جاء حديث متعلقا بالصلاة فحسب نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في أرض مغصوبة لكان وجيها أن يقال الصلاة باطلة، لأنه خص الصلاة بالذكر في هذا الموضع، فدل على أن نفس الصلاة ينهى عنها، لكن النهي إنما هو لكونه تعدى على حق الغير وليس متعلقا بالصلاة فحسب، فدل على أن الجهة فيما يظهر منفكة والله أعلم. فيقول المالكي والشافعي مثلا: لا فرق البتة بين الصلاة في المكان المغصوب وبين الصلاة بالحرير،
فالغصب أيضا حرام في الصلاة وفي غيرها، فصلاته صحيحة وعليه إثم غصبه، وهذا الذي يظهر هو أقرب، وهو قول بعض الحنابلة أيضا. ويقول المالكي مثلا مثال الجهة غير المنفكة صوم يوم العيد أو الفطر، عيد الفطر أو الأضحى، صوم يوم العيد أو الفطر، لأن الصائم فيهما معرض عن ضيافة الله، لأن الصوم إمساك، وهذا الإمساك هو بعينه الإعراض عن ضيافة الله، لأن الإعراض عنهما هو الامتناع عن الأكل والشرب، فلا يمكن انفكاك الجهة. تعبيرهم معرض عن ضيافة الله استنباط، وإلا فهو يوم عيد أمر الله فيه بأن يكون يوم أكل وشرب وذكر لله، فهذا معارض لأمر الله جل وعلا. إذن نهي عن صوم يوم العيدين، فصوم يوم العيد بنفسه منهي عنه بذاته، منهي عنه بذاته، والمثال مقيد، صوم يوم العيد مقيد بيوم العيد، ولذلك صار النهي لذاته لأنه مقيد. فلا حجة الحنفية عندما قالوا الجهة منفكة لأن الصوم مأمور به، نحن نقول هان صوم يوم العيد قيدنا، فلذلك الصحيح أن الجهة غير مفكة كما قال الجمهور، وليس المالكية فقط بل الحنابلة والمالكية والشافعية كلهم يرون أن صوم يوم العيد باطل. قال وهذا الإمساك وبعينه الإعراض عن ضيافة الله، لأن الإعراض عنهما والامتناع عن الأكل والشرب فلا يمكن انفكاك الجهة. فيقول الحنفي الجهة منفكة أيضا، لأن الصوم من حيث إنه صوم قربة، ومن حيث كونه في يوم العيد، ومن حيث كونه في يوم العيد منهي عنه، فالجهة منفكة. هذا لا يسلم الجمهور، لا يسلمون، لأنهم يقولون النهي عن صوم يوم العيد بذاته تقييدا، فالجهة منفكة. ولذا لو نذر أحد أن يصوم يوم العيد فنذره عنده صحيح منعقد، ويلزمه صيام يوم آخر غير يوم العيد بناء على انفكاك الجهة عنده، والجمهور يقولون لا يلزم أن يصوم يوما آخر، وبعض الجمهور قالوا الأحوط أن يقضي يوما، والذي يظهر أنه لا ينعقد إذا وافق يوم العيد، لا ينعقد ولا يلزم القضاء، ولكن نختار القضاء أيضا احتياطا، والله أعلم. وقول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث قسموا النهي إلى ثلاثة أقسام، إيضاح معناه أن المنهي عنه إما أن يكون النهي عنه لذاته، أي لذات العبادة نفسها، ذاك الشيء نفسه منهي عنه، أو لوصفه القائم به، أو لخارج عنه. ووصفه القائم به يرجع إلى النهي عنه لذاته، لأنه إذا كان وصفا قائما به فلا ينفك عنه، رجع إلى النهي لذاته. أو لخارج عنه، زاد بعض المحققين قسما رابعا، وهو أن المنهي عنه لخارج عنه قد تكون فيه جهة النهي غير منفكة عن جهة الأمر، وقد تكون منفكة عنها، فتكون الأقسام أربعة. قال مثال المنهي عنه لذاته الشرك والزنا، ومثال المنهي عنه لوصفه القائم به الخمر بالنسبة إلى الإسكار، لا يطلق عليه خمر إلا إذا كان مسكرا، فيرجع إلى النهي عنه لذاته، فإنه لا يسمى خمرا إلا إذا كان مسكرا، ولا يكون خمرا إلا وهو مسكر. ومثل له المؤلف بالصلاة في حالة السكر، لأنها منهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي، أي في ذلك الحال منهي عنها، والصلاة باطلة لأنه لا يعقل، أنه لا يعقل صلاته. ومثال المنهي عنه لخارج غير لازم الصلاة بالحرير،
عندهم أن الحرس اللباس خارج عن الصلاة، ليس من الصلاة نفسها، ليس من أفعال الصلاة نفسها، ولكن لما كان شرطا ملازما وهو ستر العورة التحق بالنهي عنه لذاته عند الحنابلة فجعلوه، أو عند كثير من الحنابلة جعلوه في حكم أنه صلى، أنه نهي عنه لذاته. ومثال المنهي عنه لخارج غير لازم الصلاة بالحرير، تقدم بعض الحنابلة يرونه لازما لأنه شرط عندهم، والجمهور عدوه خارج، عدوه خارجا عن فعل ذات الصلاة، فقالوا الصلاة صحيحة. ومثال المنهي عنه لخارج لازم عند المؤلف الصلاة في المكان المغصوب، والنهي يقتضي البطلان في ثلاثة منها، وهي ما نهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو لخارج عنه لازم لزوما غير منفك، وهذا ليس له مثال صحيح، خارج عنه ولازم لزوم غير منفك، إنما هو قول لبعض الفقهاء كما تقدم من كلام القدامى، لكن لا يوجد له فيما نعلم مثال صحيح أن النهي لأمر خارج ثم هو لازم له لزوما غير منفك، إنما قد يكون لشرط لذاك لتلك العبادة، فهنا راجع إلى أنه وصف قائم به أو لشرط العبادة فيرجع إلى المعنى الأول. أما الرابع فلا يقتضي البطلان، وهو ما كان النهي عنه لخارج غير لازم، وقد قدمنا اختلافهم في انفكاك الجهة، وقد بيّن صاحب مراقي السعود بعض المسائل التي اختلفوا في انفكاك الجهة فيها وعدمه، بقوله مثل الصلاة بالحرير والذهب، إذا صلى وهو لابس حرير أو لابس الذهب، يعني هذه مسائل اختلفوا في تنزيلها. أو في مكان الغصب والوضوء انقلب، إذا مسألة الصلاة بالحرير والصلاة وهو لابس الذهب والصلاة في مكان الغصب، الراجح عندنا أنها أمور خارجة عن ذات العبادة، فالعبادة صحيحة ويأثم على ذلك. والوضوء انقلب، هذا راجع إلى العبادة نفسها، قلب صفة الوضوء، فالوضوء أمر الله به مرتبا، فهذا قلب الوضوء فهو مردود، إذن هذا يرجع إلى ذات العبادة. فالنهي عن أو الوضوء منكسا يبطل الوضوء. ومعطن ومنهج ومقبرة، معطن مكان الإبل، والصلاة في باطلة لأنه نهي عن الصلاة فيها بذاته، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، إذن هنا الجهة واحدة. ومنهج الطريق، منهج الطريق، لم يثبت الحديث في النهي عن الصلاة في الطرقات، فيصح الصلاة في الطريق ولكن لا يؤذي الناس. ومقبرة، جاء النهي عن الصلاة في المقبرة بذاته، فالنهي يقتضي الفساد، فالصلاة باطلة في المقبرة. كنيسة وذي حميم مجزرة، الكنيسة النهي عنها لأمر خارج، فإذا صلى فالصلاة صحيحة، وقد جاء عن بعض السلف أنهم نهوا لأمور خارجة مثل التصاوير مثل كذا وكذا. وذي حميم أي الحمام، الحمام نهي عن الصلاة عنه بذاته، الصلاة باطلة. المجزرة لم يثبت الحديث فيها، لكن إن كان موضعا فيه نجاسات فهذا لا يجوز الصلاة على النجاسة. والمؤلف رحمه الله يرى أن الصلاة في الأمكنة المنهية عنها باطلة، والخلاف فيها مشهور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك.